الأصحاح الرابعة عشر. وقبل الفصح وعيد الفطير بيومين، كان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون كيف يمسكون يسوع بحيلة ليقتلوه، إلا أنهم قالوا: لا نفعل هذا في العيد لئلا يقع اضطراب في الشعب. وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص يتناول الطعام، جاءت امرأة بيدها قارورة طيب غالي الثمن من النردين النقي، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم: ما هذا الإسراف في الطيب؟ كان يمكن بيعه بأكثر من 300 دينار توزع على الفقراء. وأخذوا يلومون المرأة، فقال يسوع: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، فالفقراء عندكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وهذه المرأة عملت ما تقدر عليه، فسكبت الطيب على جسدي لتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها. وذهب يهوذا أسخريوت أحد التلاميذ الاثني عشر إلى رؤساء الكهنة ليسلم إليهم يسوع، ففرحوا لكلامه ووعدوه بأن يعطوه مالا، فأخذ يترقب الفرصة ليسلمه. وفي أول يوم من عيد الفطير حين تذبح الخراف لعشاء الفصح، سأله تلاميذه: إلى أين تريد أن نذهب لنهيئ لك عشاء الفصح لتأكله؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه، وعندما يدخل بيتا قولا لرب البيت: يقول المعلم، أين غرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة مجهزة، فهيئاه لنا هناك. فذهب التلميذان ودخلا المدينة، فوجدا كما قال لهما وهيئا عشاء الفصح. ولما كان المساء جاء مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم جالسون للطعام قال يسوع: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني وهو يأكل معي. فحزن التلاميذ وأخذوا يسألونه واحدا فواحدا: هل أنا هو؟ فقال لهم: هو واحد من الاثني عشر، وهو الذي يغمس يده في الصحن معي، وابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتب المقدسة، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له ألا يولد. وبينما هم يأكلون أخذ خبزا وبارك وكسره ونولهم وقال: خذوا، هذا هو جسدي. وأخذ كأسا وشكر ونولهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم: هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين. الحق أقول لكم، لا أشرب بعد الآن من عصير الكرمة حتى يجيء يوم فيه أشربه جديدا في ملكوت الله. ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، فقال لهم يسوع: ستتركوني كلكم، لأن الكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد الخراف، ولكن بعد قيامتي أسبقكم إلى الجليل. فقال له بطرس: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك. فأجابه يسوع: الحق أقول لك يا بطرس، اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. فأصر بطرس على قوله: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك. وهكذا قال التلاميذ كلهم، وجاءوا إلى مكان اسمه جتسماني، فقال لتلاميذه: اقعدوا هنا بينما أنا أصلي. وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالرهبة والكآبة، فقال لهم: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا واسهروا. وابتعد قليلا ووقع إلى الأرض يصلي حتى تعبر عنه ساعة الألم إن كان ممكنا، فقال: أبي يا أبي، أنت قادر على كل شيء، فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
ورجع فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أنائم أنت يا سمعان؟ أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة. الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف. وابتعد ثانية وصلى، فردد الكلام ذاته، ورجع أيضا فوجدهم نياما، لأن النعاس أثقل جفونهم وحاروا بماذا يجيبونه. ورجع في المرة الثالثة وقال لهم: أنيام بعد ومستريحون، يكفي، جاءت الساعة، ها هو ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني. وبينما هو يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة تحمل السيوف والعصي، أرسلها رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة والشيوخ، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال: هو الذي أقبله، فأمسكوه وخذوه في حراسة شديدة. ولما وصل يهوذا دنا في الحال إلى يسوع وقال له: يا معلم. وقبله، فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه، فاستل أحد الحاضرين سيفه وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. وقال لهم يسوع: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم بينكم أعلم في الهيكل فما أمسكتموني، ولكن حدث هذا لتتم الكتب المقدسة. فتركوه كلهم وهربوا، وتبعه شاب لا يلبس غير عباءة على عريه فأمسكوه، فترك عباءته وهرب عريانا. وأخذوا يسوع إلى رئيس الكهنة، فاجتمع رؤساء الكهنة والشيوخ ومعلمو الشريعة كلهم. وتبعه بطرس عن بعد إلى دهر رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس يتدفأ عند النار. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلا يجدون، لأن أناسا كثيرين شهدوا عليه زورا فتناقضت شهاداتهم. فقام بعضهم وشهدوا عليه زورا، قالوا: نحن سمعناه يقول: سأهدم هذا الهيكل المصنوع بالأيدي وأبني في 3 أيام هيكلا آخر غير مصنوع بالأيدي. وفي هذا أيضا تناقضت شهاداتهم. فقام رئيس الكهنة في وسط المجلس وسأل يسوع: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدون به عليك؟ فظل ساكتا لا يقول كلمة. وسأله رئيس الكهنة ثانية: هل أنت المسيح ابن الله المبارك؟ فأجابه يسوع: أنا هو، وسترون ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا مع سحاب السماء. فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال: أنا أحتاج بعد إلى شهود؟ سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟ فحكموا عليه كلهم بأنه يستوجب الموت. وأخذ بعضهم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلطمونه ويقولون له: تنبأ. وتناوله الحرس بالضرب. وبينما بطرس في الساحة السفلى من الدار، مرت جارية من جواري رئيس الكهنة، فلما رأت بطرس يتدفأ نظرت إليه وقالت له: أنت أيضا كنت مع يسوع الناصري. فأنكر وقال: لا أعرف ولا أفهم ما تقولين. وخرج إلى الدهليز فصاح الديك، فرأته الجارية وأخذت تقول للحاضرين: هذا منهم. فأنكر أيضا. وبعد قليل قال الحاضرون لبطرس: لا شك أنك واحد منهم، لأنك من الجليل. فأخذ يلعن ويحلف: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تعنون. وفي الحال صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس قول يسوع: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. وأخذ يبكي.